الثاني قدام أيقونة الست العادلة. احنا بنطلع من الهيكل، بنطلع من الهيكل رمز التجسد المسيح، وبنرجع تاني للهيكل رمز لصعوده. فكأن الدورة دي كلها بتحكي عن المسيح اللي هو المجد اللي نزل في أرضنا وكان في وسطنا. من 30 مزامير معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا مين. أعمال مجيدة قد قيلت لأجلك يا مدينة الله والعلي الذي أسسها إلى الأبد، لأن سكن الفرحين جميعهم فيك يا الليل ويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا مين. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتجت الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجهاج في بطني. فطوبى التي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى التضاعمته. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير قد صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذي يتقونه. صنع قوة بذراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل أعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم آبائنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت بيتها. المجد لله دائما. تجسي موخ نقيم بشع نمالي صابت سنجاني يتسمر وتسخني يومي في سمر ودربوطة انت تناجي فلهتن بفي الصبر نمت في أناستاسيس هو أفتصت النيرومي انكسوم اخون ابي باراديسون. امام ايقونة الملاك الغبريال المبشر. من مزامير 30 معلم داود المبارك بركاته ورجمعنا امين. يعسكر الرب حول كل خائفيهم وينجيهم. ذوقوا وانظروا مأثر الرب. طوبى الانسان المتكل عليه. الانجيل معلمنا لوقا الانجيل بشير تلميذ طاهر بركاته ورجمعنا امين. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة رجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك يا أمتنا نعمة، الرب معك وبركة أنت في النساء. فلما رأته تضربته من كلامه فقالت ما عسى أن يكون هذه التحية. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت تتحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه ويملك على بيت يعقوب ولا يكون لمكره نهايه. فقالت مريم للملاك كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا؟ فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس منك يدعى ابن الله. وذا إليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر الثالث تلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. فقالت مريم للملاك هوذا أنا عبدت رب ليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك والمجد لا دائما. غبريل بأنجيلوس أفنى في روف جدانين أفويرت في جنب الغد إجن لزوت إمثيار إبن هيتم بفي الثوروس نمت في أناستاسيس هو أفتصم بروي إنكسون إخون إبي باراديسون. أمام أيقونة الملاك ميخائيل. من مزامير 30 معلم داود بقطر من امين. بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوته المصنعين قوله. بارك الرب يا جميع قوته خدامه العاملين اراده تهللوا ياه. من انجيل معلمنا متى البشير تلميذ الطاهر بقطر من امين. يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفي في حقل، وجده انسان فاخفاه وانفحه ومضى وباع كل ما كان له واشترى ذاك الحقل. ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب الآلة حسنة،
فلم وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما انتهت أصعدوا إلى الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى وعاء وأما الأرضياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء الدهر يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار وطرحانهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصير الأسنان. قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا: نعم يا سيد. فقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجل رب بيت يخرج من كنز مكدن وعتقاء، والمجد لله امين. ميخائيل بارخون نفئو ينسو فتو ينشون هني تاكسيس انجيليكون افشل شم بيمسو ام ابشوتي بوليتم بفسرو لم تفانا استاسيس او افتاصم بيومي انكيسون اخون ابي باراديسون. امام ايقونة مريم مرقس الرسول. من مزامير ابينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. ملك القوات المحبوب في بهاء بيت الحبيب اقسموا الغنائم الليلويا. الانجيل فصل من بشارة معلمنا مارلو البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. وبعد هذا عين الرب 70 اخرين ايضا وارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينة وموضع حيث كان مزمع ان يأتي. فقال لهم: ان الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. اذهبوا، ها انا مرسلكم مثل حملان بين ذئاب. لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا احذية ولا على احد في الطريق. وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام حل سلامكم عليه وإلا فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله. وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارع وقولوا: حتى الغبار الذي لثق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعذى إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. والمجد لله دائما أبدا. مركز بي أبوستولوس أو بأبانجي لستيس بمثل خاني إمكال انت بمنغني سنوتي بوليتن بفستمر نمت في أناستاسيس أو بفتصم برومي انكسوم اخون ابي باراديسوس. قدام احد ابائنا الرسل. داود النبي بركاته على اليمين الذي لا تسمع اصواتهم في كل الارض، خرج منتقم الاقطار المسكونه بلغت اقوالهم الليلويا. من انجيل معلمنا متى البشير بركاته على اليمين. ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطان على ارواح النجسه حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه الأول: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، واندراوس أخوه ويعقوب ابن زبدي، ويوحنا أخوه، فيلبس وبرسلناوس، توما ومتى العشار، يعقوب ابن حلفة، وتداوس سمعان القناوي، ويهوذا الإسخريوط الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: أنه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين. مجانا أخذتم، مجانا أعطوا، والمجد لله دائما. إيسوس بخريستوس أف أور بموتن أو بميت سنافن أبوستولوس إتتن هي أوش خنيس نوت
ارتن ايتو ان خريستيانوس ايفوليتن بكريستوس كيف انا استاسيس اوان افتاستن برومي ان كيسو اخون ابي باراديسون. امام ايقونه احد الشهداء ايقونه ماري جرجس من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. نور اشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم. افرحوا ايها الصديقون الرب واعترفوا لذكر قدسه الليلويا. الانجيل من بشاره معلمنا لوقا الانجيل بركاته على جميعنا امين. وقبل هذا كله يلقون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى مجامع وسجون وتساقون امام ملوك مولات لاجلي فيقول ذلك لكم شهاده. فضعف قلوبكم ان لا تهتموا من قبل لكي لا تحتجوا، لاني انا اعطيكم فما وحكما يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والاخوه والاقرباء والاصدقاء ويقتلون منكم وتكونون موجودين من الجميع من اجل اسمي، لكن رؤوسكم لا تهلك بصبركم ابتنوا انفسكم والمجد لا يجب. شاشفرنم بافقوق ايفول جيفيس او ابكي اورجيون اربشفن اورون امونون افتي اب ايروفم مين ايفول ايتن بي في ستافروس نمتف اناستاسيس او اب افتاستم برومي انكيسوم اخون ابي باراديسوس. القديسين ايقونه القديس العظيم ام بنطونيوس. من مزامير 30 معاهد بقوته جميعنا امين. عجيب هو الله في قديسيه اله اسرائيل، ويعطي قوه وعزم لشعبه الصديقون، يفرحون ويتهللون امام الله ويتنعمون بالسرور هللويا. من جيل معلمنا متى البشير بركاته جميعنا امين. حين اذ قال يسوع لتلاميذه: ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي يجدها، لانه ماذا ينتفع انسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا يعطى انسان فداء عن نفسه؟ فان ابن الانسان سوف ياتي في مجد ابيه مع ملائكته، وحين اذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق اقول لكم ان من قيام وانا قوم لا يذوقون الموت حتى يرى ابن الانسان ياتين في ملكوته والمجد الى ابد. بولي بول خنيت نهد اني مكمك انت تكاكية نمني مذي اتشوشب اتقيرم بينوس انكاكي فليتن بي في استبرد نمت في اناستاسيس او بفتاستم برومي انكسوم اخون ابي اراديسوم. امام الباب البحري من مزامير معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. مساكنك محبوبه يا رب اله القوات تشتاق وتذوب نفسي للدخول الى ديار الرب الليلويا. اللهم ترافع علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس وصن شريف بشاره الانجيل معلمنا القديس ماري لوقا الانجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. وكان يسير في المدن والقرى يعلم ويسافر نحو اورشليم، فقال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون من بعدما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا، ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، وهوذا آخرون يكونون أولين.
وأولون يكونون آخرين والمجد لله دائما أبديا آمين. أكشن إخن تكما هسنوتي إم بارو زيات وينوتي إم برس لسوت إم خن وإسترتر جتي سوم إم موتن أن إفوليتن بي فستفرون نم تفعان استسيسين أواب أفتاستم برومي إن كيسوم إخن إبي باراديسو. أمام المختص أو اللقان مكان ما بنعمل لقان. من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. صوت الرب على المياه إله المجد أرعد الرب على المياه الكثيرة صوت الرب بقوة الليلويا. الإنجيل فصل من بشارة معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذ السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا إليه وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به ثررت والمجد لله دائما أبديا أمين. أفئر مسري إن جيو أنز خم بي إفتون إفانجيليون جي أيتي أم سم بسوتين خني مو أنت بيرضاني سيبوليتن بي في استفرون نمت فأنا استاسيسين أواب أفتاستم برومي إن كيسون إخون إبي باراديسون. أمام الباب الإبلي. مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته على الأمين. افتحوا لي أبواب العدل لكي ما أدخل فيها وأعترف الرب هذا هو باب الرب والصديقون يقولون فيها هللويا. من جيل معلمنا متى البشير بركاته على الأمين. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجة عند جبل الزيتون حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكم فللوقت تجدان أتانا مربوطا وجحشا معهما فحلهما وأتيانا به وإن قال لكما أحد شيئا فقول الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع وأتيا بالأتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين وصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب وصلنا في الأعالي ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من الناصرة في يدهم في جن شاروبي هجن بصون سنت بفعو أفشيخ يروسلم وببينشتم سيفي وإبوليتن بفستبرون نمتف أنستاسيسيس أوام أفتاستم برومي إنكسوم إخون إبي باراديسوس. أمام أيقونة يوحنا المعمدان. مزامير 30 النبي والملك بركاته على جميعنا امين. وانا مثل شجره الزيتون المثمره في بيت الله اتمسك باسمك فانه صالح قدام ابرارك هللويا. الانجيل فصل من بشاره الانجيل لمعلمنا مار اللواء البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. لن يقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان ولكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه وجميع الشعب السماء والعشرون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه ثم قال الرب فمن أشبه ناس هذا الجيل وماذا يشبهون
يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحن لكم فلم تبكوا لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكل وشريب خمر محب للعشرين والخطاة والحكمة تبررت من جميع بنيها والمجد لله دائما أبدا إبيونتون خني جن ميسي انتني أيوم فقوني أمو انسوق ونشتي خني اسقو وبتيرو يو أنس بيرفتي أمسي فوليت البيف استبرو نمتف أناستاسيس أواب أفتاستم برومي كيسوم إخون إبي بارادي صدفت إطار إيماشو إن جيبي مين إنت بستبرو إنت إيسوس بخرز توسي بورو بالنوتين ألي سينور إبي مسكي صاسيتي كيتم نبو ماتي يا سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين وسر أطهار مكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا لسماع الإنجيل المقدس فصل شريف بشارة الإنجيل لمعلمنا القديس ماري يوحنا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين أعطيت الذين يتقونك علامتان ليهربوا من وجه القوس لكيما ينجو أحباؤك خلصني بيمينك هللويا بارك ولاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين أن يخدمني فليتبعني وحيث أكون وأنا هناك يكون خادمي معي ومن يخدمني يكرمه أبي الآن والنفسي مضطربة فماذا أقول يا أبتي نجني من هذه الساعة لكن من أجل هذه الساعة أتيت أيها الآب مجد ابنك فخرج صوت من السماء قائلا قد مجدت أو مجدوا أيضا فلما سمع الجمع الواقف كان يقول إنما حدث هو رعد وكان آخرون يقولون إن ملاكا خاطبه من السماء فأجابهم يسوع وقال إن هذا الصوت لم يكن من أجلي بل من أجلكم الآن دينونة هذا العالم الآن رئيس هذا العالم يطرح خارجا وأنا أيضا متى ارتفعت عن الأرض أكذب إلي كل واحد وهذا كان يقوله مشيرا إلى أنه بأي ميتة يموت فأجابه الجمع وقال نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يسجد إلى الأبد فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرفع ابن الإنسان من هو ابن الإنسان فقال لهم يسوع إن النور فيكم زمنا آخر يسيرا فاسلكوا في النور ما دام لكم النور لكي لا يدرككم الظلام فإن من يمشي في الظلام لا يعلم أين يمشي ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك
كما في السماء كذلك أدخل بدنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا أمين كم بخريستوس إيسوس بن شوز تسكيف الأسيمون توكريو كلناتي إنوبيون سوكيري بروس خميل سيمتو فوفو آمين ونزلت وتأنسان خلاص جنس البشر الجالس فوق الشربين والسار في المزهر متواضعين في السماء الأرض نسجد يا رب لتعطفك الذي لا ينطق به نسألك أن تعطينا أعطتنا كل شيء لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس والذي نقول ردنا يا رب الخوفك وشوفك مر أنكم في تمتع خيراتك الذين أحن رؤوسهم تحت يدك ارفعهم في السيرة وزين بالفضائل يسحق ملكوتك للسموات مصافتك سوصلين إيريني باس كيدم نبماتيسو أيها السيد ربي يسوع المسيح الإبن الوحيد كلمة الله الآب الذي خطع كل ربطات خطايانا من قبل آلام مخلص محلنا في غفك تلاميذ القديس مصلى أطراق الإقبال الروح القدس من غفرتم خطاياهم تغفر ليهم ومن أمسكتم وعلم أمسك الآن أيضا سيدنا نعمت الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان الأرض يغفروا الخطايا ربطوا حولك بطاط لأسنا سبات المصلحة نعبيدك أبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحنئين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك واختعن لنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم بغير علم بالفعل بالقلب كذا القلب صغر القلب أنت كصالم حب بشر اللهم إنا املأ في خطايانا باركنا طهرنا حللنا حالل سائر شعبك قم نرتك القدس أنت لهنا لك لخ المجد والإكرام مين كن يا لايسون كن يا لايسون كن يا لايسون أمين الليل يا ذوك سابتريك أيوك أجب نبماتي كنكاي كيستوسي هو نصوني هو ننامي تنقشي فولن قوي موزي هو بنشون إيسود بريسوس بشيري إيه مفنوتي في طب أشفي بالصفروسك إيخو بخيم بساطانا صابي سيت النين تشالب زوتي أمون وهنينا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوكي سون أمين اسمو إيرو نو إيرو استيمي تانيا كوني فولغو إم بي اسمو كريستوس بنو أمين إس إشو المسيح لنا ملك السلام أعطينا سلام وقل الله سلام وفقت لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين اللهم اجعلنا يا رب مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين محبة الله الآب نعمة الإبن الوحيد ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة وعطية موت الروح القدس تكن مع جميعكم ورو أنت دي Oh, 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 oh
اسمون تيري اي 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 انت ابطوفهم اسمك لكم ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح صهر بلاك امين. انت طالت شوم اني شوم انت نبسيشي اي اي اوش نم بكيوتن اغاز اوش نم بابن وما اس اوب جي اف اشكك صوتي امون ناينان نفسه اثنينان تسبحت وصلاه الساعه الثالثه والسادسة من نهار بارا خدمة سيما في خطايا مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركة زكساس وزكساس وفصل بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير وتلميذ الطاهر بركاته لجميع النامين متى جاء المعز الروح القدس الذي يرسل الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل قوم انطلق من هنا انا هو الكرمة الحقيقيه وابي الكرام كل غصن في ياتي بثمر يقطع وكل ما ياتي بثمر نقيل ياتي بثمر اكثر وانتم من قبل القيامة من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم والمجد لله دائما ابدا من تلو الشمك وخريستوس بكيوتنا وغسوس من نبني سبب شرك اكسوتي من اينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت تلاميذ القديسين وسكن المكرمين في الساعه الثالثه
هذا لا تنزل من الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا قلب نقي. اخلق فيا يا الله روح مستقيم، جدد في أحشائي لا ترحم قدام وجهك القدس، لا تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما وحيا روح النبولة في العدالة وقداسة السلطة قضاء كل شيء، لأنك أنت وضياء نفوسنا وضياء لكل إنسان آيات العالم ارحمنا. يا واتلا أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك تمتلئنا من رسول من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا يوما فيوما في يطرقنا لأنه إلى خلاصنا. آمين. يا الملك السماء والمعز روح الحق الحارث في كل مكان والمال الكل كنز الصلاحات ومعطي الحياة، ألما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعافية قوم السلام، ألما أيضا كن معنا ونحن سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولد إلى أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي صلم عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي صلم عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي صلم عنا ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وفي الأرض أمين. أيها السلام ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا أسامنا، اغفر لنا زلتنا، افتخر مرضى شابك أشير مجد أبانا والذين رقدوا يا رب نحفظ يا رب بخطيئة ارحمنا لازم بخطيئة رب عنا وقبلت البطن ليك لك المجد والعز والتقديم المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك يتملك ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا لدارت اغفر لنا ذنوبنا خير في تجربه لكنك جدا من الشريم تجربه من الشريم السلام لك يا سيد القديس الممتلئ مجد عذراء كل حين تلاقوا من المسيح السيد صلواتنا الى ابنك الحبيب لك في الخطايا سلامتي وتلن الحقيقه المسيح عذراء قديسه اسأل يا رب عنا عذراء مريم القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية اشفعي فينا مسيح الذي يأتي في الوقت. سلام لك العذراء الملكة الحقيقية سلام لفخر جنسنا والتي لنا منوئيل نسألك اذكرينا الشفيعة المهتمة رب الناس ومسيح في الوقت. زوكساسيوس فاصل بشارة معلمنا مريمة البشر وتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح في أعلامهم قائلا توب للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توب للحزين الآن لأنهم يتعزون، توب للودع لأنهم يرثون الأرض، توب للجائع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، توب للرحمة لأنهم يرحمون، توب لأنكاء القبل لأنهم يعينون الله، توب لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توب للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توب لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنما كذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس، أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل، ولا يقودون سراجا ودانوا تحت المكيال بل يدانوا عن منارة فيدير كل من في البيت، هكذا فالذين راكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. المجد لله دائما ابدا من تنا وشمك بخريستوس من بكيوتنا غرس هوسن من ابن سواجاك اكس هوتي من ايلان يا من في اليوم السادس الساعة السادسة ومرت على الصليب من اجل الخطايا التي جرى عليها ابونا ادم في الفردوس مزق سب خطايا المسيح لهم نجينا وصرخت الله رب سمعنا اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت الي واسمعني عشيه وباكر وقت الزور كلام ما اقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام. يا يسوع المسيح لنا سمرت على الصليب في الساعة السادسة قطعت الخطية بالخشبة حييت الميت بموتك الذي الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل يا رب أوجعنا بألامك الشافية المحية بالمسامير التي سمرت بيها انقذ عقولنا من تهشة الأعمال هيولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السامية كرأفتين آمين. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل إذا بد منك يا للعذراء كثيرة هي شفاعتك
ومقبولة عند مخلصناتها الأم الطهرة. لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحوم مقاد أخلصت من أجلك. انقذنا فلتدركنا رأفاتك سريع، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا وفرقتنا من أجل اسمك القدوس. كنين كايك استوسيون الصنيون آمين. أنا تخلص في وصلت كل يا المسيح، لأن بسط يديك طارتين الأولاد كلهم تصرخ إلى المجد لك يا رب. سادكريك يوك يا زمن ماتي. أذكر لشخص غير الفاس لو صالح طالبين مغفرة خطيانا المسيح، لأن لدى مشيتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتلين العالم يا رب المجد. كانين كأيك أستوسيون أستوسيون آمين. أنت يا الممتلئ نعمة يا والدة للعذراء، نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أموات. إن كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية لنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي. نعظمك يا أم النور الحقيقي، نمجدك يا ترى عظيم قديسة وارثة لك ولك لنا مخلص العالم. أتى وخلص فرسان مجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر وسكل شهداء تهليل الصدقين سبات كنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب وبارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب الضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور، نور من نور الى حق من الى حق، مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجله نحن البشر لاجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس والمريم العذراء وتأنى الصلب عنا العهد بالاصل بمطي، تألم وقبر وقام من بين الاموات في اليوم السادس كما في الكتب، وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه، وأيضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس له ملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبسط من الاب، نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه، نعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. نعم نسألك يا رب يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم. كيريا لايسون كيريا لايسون ارحم يا الله. كيريا لايسون كيريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم. لايسون كيريا لايسون ارحمنا يا الله. كيريا لايسون كيريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم. كيريا لايسون كيريا لايسون ارحمنا يا الله. كيريا لايسون كيريا لايسون اسمعنا وارحم. كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون. قدوس 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 رب الصباوات السماء والارض من واتى المجد كرامتك ارحمنا يا الله الاب الضابط كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا
أيها رب لا قوة كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب، ليسك خطيانا. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة رسولية. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماوي. من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. هللويا فايبيبي اهو ايطا ابشاي سيسامي ايو مارين سليلت تن اونو فمو نن خيد او ابشوي سك ان امين او ابشوي سك صوتن موت اف اس مارو تنج في اسنيو هنا فرام ام ابشوي سي هللويا سبتريك ايوك اديوب نوما اتي كننك عين كستوس اوناستوني اونون امين هللو كتب نعماتي تون تو تن بري بر بسني بن اي تي بنو تي فيو تن بن شويس بن نو تن ستي ريسوس في خريستوس جفريسكي بازيني غون افير في سينيرون افاري ايرون
افشبتنير فافتاس اير افتيتوتين افنتن شريتين اوساين سفون مارين تورف بوسين تيفاري اير قنباي اي وسوا فاين نتير تيفن اون خنيرين نفين جي بي بانتوكراتور شويس بن او تي ابروس افكسا كيريا لا ايسون يا سيد الرب الاله ضابط الكل ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح اشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا اعنتنا حفظتنا قبلتنا اليك اشفقت علينا عضدتنا واتيتنا زي الساعة اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا يعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيك منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين ننال من شركة الصلاة المقدسة المباركة لمغفرة خطايا نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الاشرار قيام الاعداء الخافيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك عن هذه المائدة المقدسة موضعك المقدس هذا مصالحات والنافعات فارزقنا يا أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوة العدو بنا ورفضنا يا رب خدام هذا اليوم شام امسك ليروس والشعب وضعف يكونوا محللين فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه كمان الاف والاثنى عشر فم ناظر الانجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساوي اسمه عليه وسكن القديس اثنى ثلاثي القديس بطرس شهداء رئيس الكهنه القديس يوحنا زبير فم القديس غيغورس القديس كيروس باسيليس اف والسلسومية والثمانتاشر مجتمعين بنيه 150 بقسطنطين من التم الف استاذ فم ابينا طوبى المكرم رئيس الاسقف البابا المعظم
شميسي ام الصوتي ام الاوها كان النوبينا Shole me rofen jebel
يوتنا أغاسون إمفنا فنتهن أروي إجمتغو هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة. شرب مار تيروسي
بتشوي صريمون لانن بكو ابولن تن النوبي تني افشي انتني اصلو فروس وما تيروس بشوي سي اوروغي اورغيو سيبشوس ارين نان بكوي فولنتين النوبي هي تني افشي انت بشوي سيب اوروكو نشطان تنوش نم إلى نتف مبتي غورو بتشوي صريمون لان بكو يبول انت من نوبي أمشي أنت بأصله فراس أمبار في راس أبامي نا انتني فايتي بشويس أريم نان بكوي فول انتن النوبي تني بشي انتني اس او باي ايه او بي اوي بي اوي كطبيب راني بتشوي صريمون لان بكوي بول انتن النوبي تنو افشي عارف انتن بنيوتن كايوتن عرشي ارف سبابا فتواد روسي بتشو اسواب جي ابعشك صوتي امون نايمة البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس بركته علينا امين لانه لم يرسلني المسيح لاعمد بل لابشر ليس بحكمة الكلام لكي لا يكون صليب المسيح باطلا لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وعندنا نحن المخلصين فهو قوة الله لأنه مكتوب إني سأبيد حكمة الحكماء وسأرزل علم الفهماء فأين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدهر ألم يصير الله حكمة هذا العالم جهلا لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة فسر الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة لأن اليهود يسألون آيات واليونانيون يطلبون حكمة أما نحن فإنما نبشر بالمسيح مصلوبا لليهود عسرة وللأمم جهالة ولنا نحن معشر الذين يخلصون من اليهود واليونانيين أن المسيح هو قوة الله وحكمة الله لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد ليس كثيرون أقوياء ليس كثيرون شريفي الجنس بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء واختار الله أدنياء العالم والمرزولين والذين ليسوا موجودين ليبطل بهم الموجودين لكي لا يفتخروا كل ذي جسد قدام الله وأنتم أيضا منه بالمسيح يسوع
الذي صار لنا حكمة من قبل الله برا وطهارة وخلاصا، كما هو مكتوب: من يفتخر فليفتخر. الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى بركاته على جميعنا أمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعلي شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد، فيخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه الانتقام من فاعل الشر وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكون حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الأخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. أيها العبيد، كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخر المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم. لأن ما هو الافتخار إذ كنتم تخطئون ويكمعنكم فتصبرون، لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثلا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذ تألم لم يغضب ولم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي إذ ما متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى رعيكم وأسقف نفوسكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فيثبت إلى الأبد أمين. البركسيس، فصل من أعمال أبانا الرسل المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. ففتح بطرس فيها وقال: أني بالحق أرى الله لا يأخذ بالوجوب، بل في كل أمة الذي يتقي ويصنع البر مقبول عنده.
وهو أرسل كلمته لبني إسرائيل مبشرا بالسلام من قبل يسوع المسيح. هذا هو رب الكل، وأنتم تعرفون القول الذي كان في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا يسوع الناصر الذي مسحه الله بالروح القدس والقوة، هذا الذي جاء يصنع الخير ويشفي كل الذين قهروا من أبليس، لأن الله كان معه ونحن شهودا لكل شيء صنعه في كورة اليهودية وفي أورشليم، هذا الذي قتلوه وصلبوه على خشبة، هذا الذي أقامه الله في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر ليس لجميع الشعب بل للشهود الذين سبق الله فاختارهم، الذين هم نحن الذين أكلنا وشربنا معه من بعد قيامته من بين الأموات، وأمرنا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، وهذا الذي شهد له جميع الأنبياء إن كل من يؤمن به ينال باسم غفران الخطايا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم 17 من شهر توت المبارك احسن الله انقضاء عليكم وانتم مغفر خطايا وزلات من قبل مراحم الرب اباء اخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنة 51 للشهداء 335 ميلادية احتفل بتاركة الكنائس وهم القديس اثناسيوس الرسول بطريرك الاسكندرية وبطريرك القسطنطينية وبطريرك أنطاكيا والقديس مكاريوس بطريرك أورشليم بأن طافوا بالصليب المجيد في كنيسة القيامة باحتفال عظيم وسجدوا للرب وأقاموا الصلوات القدسات ومجدوا الصليب ثم وضعوه في الموضع المخصص له داخل خزانة من الفضة. ويوافق هذا العيد أيضا ظهور علامة الصليب المجيد للإمبراطور قسطنطين الكبير البار وهو ذاهب لمحاربة الطاغية ماكتينيوس ابن ماكسيميانوس سنة 312 ميلادية، وذلك أنه رأى أثناء الظهيرة في السماء ومعه الضباط والجنود علامة الصليب المجيد من نور عظيم أبهى من نور الشمس وتحت الصليب كلمات بهذا تغلب فتشجع وتشدد وانتصر في الحرب قوة الصليب المجيد مما كان له أثر أبلغ الأثر في قبول إيمان المسيح. بركة الصليب المجيد تكن معنا أمين. وفي أيضا استشهد القديس أبا كاستور القس في أيام الإمبراطور دقلديانوس في القرن الرابع الميلادي. وفيه أيضا تنيحت القديسة سأغنستا أيام الملكان أركيديوس وأوناريوس. وفيه أيضا من سنة 1557 للشهداء 1810 تنيح القديس جرجس الجوهري. كان المعلم جرجس الجوهري من مشاهير الأقباط في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وهو شقيق المعلم إبراهيم الجوهري، وقد تربى مثل أخيه في كتاب مدينة أليوب كنظام ذلك العصر، فتعلم القراءة والكتابة والحساب علاوة على العلوم الدينية واللغة القبطية. ولما كبر أشركه شقيقه المعلم إبراهيم الذي كان يشغل منصب رئيس كتاب مصر في الأعمال والأمور الكتابية، فكان له خير معلم وأفضل مرشد، وكانت ملازمته لأخيه ذات أثر فعال في مستقبل حياته وسبب في نجاحه عندما تخلد منصب رئاسة المبشرين تشبه وظيفة رئيس الوزراء حاليا بعد نياحة أخيه المعلم إبراهيم الجوهري. وقد باشر المعلم جرجس شؤون وظيفته في أربعة عهود مختلفة في حكم مدة حكم الحملة الفرنسية ومدة حكم الأتراك ثم أول حكم محمد علي باشا.
وقد لاقى شدائد كثيرة وكان عظيم النفس كريما في العطاء، يوزع الفقراء والمساكين والكنائس والأديرة الأموال الكثيرة خصوصا في المناسبات، كما ساعد البابا مرقس الثامن في بناء الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسباكية ومقر البطريركية المجاور لها من أملاك وأملاك أخيه الذي كان قد حصل قبل نياحته على فرمان من الباب العالي ببنائها. هذا قد عينه البابا مرقس الثامن ناظرا على كثير من كنائس القاهرة ومصر القديمة، وذلك لمحبته للكنائس واهتمامه بتعميرها والعناية بها. مرض المعلم جرجس في أواخر حياته ثم تناح بسلام ودفن بجوار شقيقه في المدفن الخاص بهما بجوار كنيسة ماري جرجس بدرب التقى بمصر القديمة، ولا زال قبرهما موجودا حتى الآن، وفوقه كنيسة صغيرة يصلي فيها تذكارتهما. بارك صلواته هذا الأرخن القديس فلتكن معنا، ربنا المجد دائما أبديا أمين. أوسيوس أجيوس الشيروس أجيوس السناتون واستفروتيس ديمس إلي سونيمس أجيوس Σιρός αγίος ασανάτος ο σταυρότης δίμες ελέησον ημές. Ως οσιός αγίος εσχερός αγίος ασανάτος ο σταυρότης δίμες ελέησον ημές. Πετρίκε ιό και αγίο πνεύματι καινήν και Κέστος Ιώνας των Ιώνων, αμήν τέτριες ελέησον ημέ. Εσλήλ φλόγισον, εμπιευρωτεύ Κέστος Ιτέ, ειρήνη πάση, και το πνεύμα τε, السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأن تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا يوخن إبراني مبشاي سنتيني هوم كريا فلوغي سون اكتو كاتا يوان ناقي يوفانجيليون تو أنا غنوس ما يوكسا سيكيريا إبو بكم في نمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطائر بركاته على جميع صوتير وبن أورو تيريني صوص بخريستوس بشيري مفنوتي طون بيو نفشايني بيو فابن نوتي بي لوكسا سيكي ريي من مزامير تاتيل معلمنا داود النبي بركاته
على جميع التسبيح يا الله في صهيون، ولك طوف النزور في أورشليم. استمع يا الله صلاتي، لأنه إليك يأتي كل بشر. رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. زمان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يمشي في الهيكل في رواق سليمان، فأحاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا علانية. فأجابهم يسوع: قد قلت لكم فلم تؤمنوا، الأعمال التي أعملها أنا باسم أبي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم: خرافي أنا تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أيضا أعطيها حياة أبدية، فلن تهلك إلى الأبد، ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي. أنا وأبي واحد. فأخذ اليهود أيضا حجارة ليرجموه، فأجابهم يسوع قائلا: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، فمن أجل أي عمل منها ترجمونني؟ فأجابه اليهود وقالوا: ليس من أجل عمل حسن نرجمك، بل لأجل تجديف، فإنك وأنك إنسان تجعل نفسك إلها. فأجابهم يسوع وقال: أليس مكتوبا في ناموسكم: أنا قلت إنكم آلهة؟ وإن كان قد قال لأولئك أنهم آلهة الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقل الكتاب، فالذي قدسه الأب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف؟ لأني قلت أنا هو ابن الله، إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي، ولكن إن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعلموا وتعرفوا إني أنا في أبي وأبي فيا. والمجد هو القائم واللي قام الأموات، وهو المصلوب أيضا،
وبدون ما يكون مسيحنا الصليب بتاع مسيحنا مش ممكن يبقى جردنا المسيحية يبقى لها قيمة، يبقى جردنا المسيحية من قيمتها كلها. قيمة مسيحيتنا وعظمة مسيحنا ان هو المصلوب، انه صلب على عود الصليب، ظهر محبته، ظهر عظمته، ظهر مجده على الصليب. امبارح كنا بنتكلم عن الصليب ازاي، انه في العشية امبارح كنا بنتكلم ان احنا بنرفع الصليب فوق وننور الصليب بالشموع. يمكن معلش انتوا ما جيتوش باكر، مفروض نيجي من بدري ونتمتع بالمناسبة. وكنا بنلف حوالين الايقونات الاتناشر ايقونة، واحنا مفروض بالالحان الجميلة، لحن الصليب الجميل، مولعين الشموع فوق الصليب وبنعلن عن الصليب المقدس، لان الصليب مجد، صليب مجد، مجد المسيحية كلها ومجد كل مسيحي. الصليب عن طريقه ناخد القيامة، وعن طريقه ناخد النصرة، ومن غير الصليب ما ندخلش السماء ولا في قيامة ولا في نصرة. الصليب صليب المسيح له المجد، هو اسلوب حياة. يعني المسيح بتاعنا نعرفه ازاي؟ عن صليبه. ايه صليب المسيح ده؟ صليب المسيح الحب بتاعه اللي خلاه يحبنا ويطلع في عود الصليب عشان يتألم من اجلنا كل هذه الألمات. ايه هو الصليب؟ صليب اتضاعه، اسلوب حياة، عاش متضع وردي ان هو خلقته يلطموه ويتفوا عليه ويستهزأوا بيه، قبل كل دوت في اتضاع. صليب المسيح هو الثبات، الثبات على المبادئ. احيانا الناس لما يجي مبدأ معين يلاقي نفسه هيخسر يقولك لا، لغاية كده ما بقتش المبادئ. لغاية كده لا، ما اقدرش امشي مع المسيح. امشي مع المسيح الحلو اللي بيديني، لكن عشان المبدأ، وما بحب مبادئ المسيح ومحبة المسيح، لكن يمسني انا اقول لا. لكن هنا الثبات، الثبات في المبدأ. المسيح فضل في مبادئه ثابت ضد اليهود، يعلم ويكرز باتضاع، ما يقابلش الصغصغين ولا يتعامل بعنف، يتعامل بمحبة بوداعة. فالصليب هو الوداعة، صليب المسيح هو طلوعه على الصليب نتيجة لوداعته ونتيجة لثباته على المبادئ. ما مشاش حاله مع رؤساء الكهنة، عايزين ايه نتفاوض، واللي انتوا عايزين ادهولكم وابقى في وسطكم وتقبلوني. كان نفسي رؤساء الكهنة ان المسيح يتفاوض معاهم ويمسك العصاية من النص، لكن دي مش بتاعتنا، مش بتاعت المسيح ابدا. المسيح ثباته على المبدأ، ثباته على الحق، كان يشهد للحق لدرجة انه ايه، انه وبخهم علانية، تردعت الحمام، فعشان كده صلبوه. صلبوه ليه؟ لانه كان ثابت في المبادئ بتاعته، مبادئه ثابتة. ساعات واحد يتلون يقول لك انا هعمل ايه ما زيهم، وبعدين انا اقدر اتأذي. لا، حتى لو اتأذي، لكن هو ده الصليب والثبات في الصليب، وهو ده اللي هيرفعني لو فضلت ثابت على مبادئي. يوسف الصديق ثبت على مبادئه ان هو مش عايز يفعل الشر العظيم. دي مرات سيدك هتأذيك، هتشيل مشاكل ومتاعب وتتألم وتدخل السجن، وده يعتبر ليك ألمات وأوجاع تنتهي حياتك أبدا. لكن الله يرفع الثابتين والمتألمين واللي قبلوا الصليب واللي قبلوا الثبات. الصليب هو الطاعة لمحبة المسيح ووصيته. يقول هكذا إيه؟ إن هو إيه؟ إن هو أطاع حتى الموت، موت الإيه؟ موت الصليب. ناس ساعات لا ما تطوعش،
ناس ساعات تقول بنحب الصليب وترشم الصليب وتحط الصليب وتعلق الصليب، لكن عند المبادئ يقول لا، يرتدوا يرجعوا لورا يخافهم كده، ما شالوش الصليب مع المسيح. ويعني ايه اشيل الصليب؟ مش معنى الصليب اشيل الصليب ان انا اجيب صليب خشب واشيله، ولا معنى الصليب ان يجي لي مرض وهو ده الصليب، لا مش هو ده. الصليب هو التمسك بمبادئ المسيح، الصليب هو الغفران، اغفر لاخويا، اكون مسيحي بجد زي المسيح. لو انا زي المسيح وثبت في كلامه وثبت في المسيح، ابقى انا صليب وابقى بتبع المسيح، والمسيح هيرفعني، لانه بيقول كده انه الله رفعه واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع المسيح كل ركبه ممن في السماء ومن على الارض. المسيح هو لابس جسدنا في طهارته وقدسته وتمسكه بالحق والطاعه، كل الوصايا اطاع فيها، طاع على الله الاب، وتمسكه بالغفران والاتضاع، الله الآب رفعه. يعني ايه؟ يعني قال له انت ابن الحبيب الذي بيه سرت، انت اللي السماء كلها والارض كلها بتمجدك وترفع، وهو لابس جسد. طبعا هو الله اللي له الرفعة في كل وقت من زمن الزمن، لكن وهو لابس جسدنا يسوع المسيح رفع في المجد من اجل تقواه. يبقى الصليب هو تقوى المسيح، طهارة المسيح، غفران المسيح، مبادئ المسيح الحلوة. اللي عايز يشيل الصليب النهاردة اقول له اشيله ازاي؟ اقول له هو كده تسامح، لو ما سامحتش يبقى انت بترفض الصليب، حتى لو لابس صليب كبير معدن او ذهب او شايل فوق ظهرك صليب، بس بترفض تسامح يبقى انت رافض الصليب. لو بترفض الاتضاع وتدور على الذات يبقى انت رافض الصليب، لان المسيح اتضع من اجلنا، من اجلي احتملت ظلم الاشرار، خداك اهملتهما للطم، لم ترد وجهك عن خزي البصاق من اجلي. لو مش عايز تخدم الاخرين وترحمهم زي ما المسيح رحمني واداني الغفران وتألم من أجل وبذل من أجل، لو مش عايز تبذل من أجل آخرين يبقى أنت رافض الصليب، مش عايز الصليب. الصليب في فكر العالم جهالة وضعف، في فكرك أنت إيه وفي فكري أنا إيه وفي فكرك أنت إيه، فكرك إيه عن الصليب؟ هل ضعف لسه بتقول زي اليهود وزي اليونانيين وزي أهل العالم بتقول إن الضعيف إن الصليب ده ضعف؟ أنا همشي بكبرياء قلبي، واللي يديني ألم أديله اتنين، واللي يسيء إلي أسيء إليه؟ لا، ده مش هو ده الصليب، يبقى أنت رافض الصليب بتاع المسيح. معلمنا بولس الرسول النهارده يقول إن عن الصليب إن اليونانيين اليهود يطلبوا آية واليونانيين يطلبوا حكمة، ولكن نحن نخلص بقوة مين؟ بقوة الصليب. أقول لنا كده، أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. الهالكين بعد عنكم اللي هيهلكوا، المتكبرين المتعظمين، كلمة الصليب عندهم إيه؟ جهالة، يتضايقوا قوي من كلمة الصليب. أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. إن أحببت، إن اتضعت، إن غفرت، إن رفضت الشر، إن لم تخف ومشيت في سكة المسيح، حتى لو فيها سكة المسيح ديت ما كانش فيها الباب الواسع، فيها الباب الضيق، وثبت، دي قوة الله في الآخر خالص، تتحول فيك إلى قوة عجيبة جدا، تديك السماء، تديك القيامة، تديك مجد بين الناس. في الأيام اللي فاتت كنيستنا شالت صليبها، كنيستنا القبطية شالت صليبها، اتحرقت كنايسنا، ولم ندافع عن نفسنا بنفس الاسلوب اللي الناس عملوه. وبعدين ايه اللي حصل؟ ضعنا؟ لا، بالعكس، مدحنا على صفحات الجرايد، ومدحنا في التلفزيونات، واتعرف من هم المسيحيين الوطنيين الذين لم يستقوا
بغيرهم واتكلوا على مين؟ على ربنا. وهيعوضنا ربنا أضعاف أضعاف. سكة المسيح هي الوداعة. يا ناس تعتنق أفكار مش أفكار المسيح ولا صليب المسيح، تفكر إزاي تاخد حقها بإيديها، ويا ناس في دماغها تبص للصليب بصة مش حلوة رغم إن هي معلقة الصليب. لكن إحنا النهاردة بنقول للمسيح المصلوب نتبعك بكل إيه قلوبنا. بيقول يحمل صليبه وإيه ويتبعني. إذا كان الناس جين اللي ما بيعتقدوش في الصليب يبص للصليب إنه جهالة وإنه ضعف، أنا لا يا رب، ده صليبك ده أجمل ما فيك، صليبك ده أجمل ما في المسيحية كلها. صليبك هو الحب والصفاء، الحب الصافي البازل اللي ليس لأجل أي غرض. صليبك ده رب هو حياتي وقوتي، حياتي وقوتي. صليب المسيح اللي فيه الغفران كله. بهذا تغلب. أغلب إزاي؟ بالصليب. أغلب إزاي؟ غير بمبادئ المسيح وصليب المسيح لما أتبع المسيح. الله له حكمة. الوداعة تكسب أكتر. الشيطان يقول لأ، يقولك الوداعة ضعف، الكبرياء. الشيطان يقول كده، يعلمك كده، يعلم الإنسان كده، ويحاول يعلمنا كده، يعلمنا كلنا كده، إن الكبرياء إنك هتضيع، والكبر بالكبر زي ما بيقول أهل العالم. لكن المسيح يقول طوبى للودعاء لأنهم إيه؟ يرثون الأرض. اللي يجي متصلف ويقول ده أنا أعمل فيك وأسوي فيك وأتأسى على الناس ويكشر وشه ويشخط وينطر ويتعامل بشدة، دوت يخسر الناس كلها، كل الناس يخسرهم. قصة موجودة في الكتاب المقدس عن رحبعام ابن سليمان. سليمان مملكته كانت امتدت، ولما مات سليمان جه ابنه رحبعام، وبعدين رحبعام جم الشباب الصغيرين حواليه بفكر كبرياء كده وتصلف. بعدين لما جم الناس قالوا له خفف علينا، ابوك تقل علينا، انت خف علينا شوية، خف علينا شوية على الناس شوية. فراح يسأل الشيوخ، قالوا له اسمع لكلامهم، اتكلم معهم كلمة طيبة. لكن الصحاب راح بعامل الاحداث الصغيرين قالوا له ابدا، اوعى ترخلهم، قل لهم ابي اقدبكم بالايه، اقدبكم بالصياد، انا اقدبكم بالعقارب. وإذا كان متن أبويا خنصري، أنا الخنصر الصباع الصغير ده أدخن من متن أبويا، ده أنا أوريكم وأسوي فيكم. وراحت المملكة انقسمت منه 10 ممالك. دي الوداعة كانت ممكن تبني المملكة. والكبرياء والتعجرف والتسلط والأساوة يهد المملكة. كلمة في البيت حلوة، الواحد يشيل صليبه يقول كلمة حلوة، الزوجة تقول للزوج كلمة حلوة، تقول له معلش انا غلطانه، او الزوج يقول لها كلمه ان انا بعزك وانا واخد بالي منك، انت عارفه انت غاليه عليا، كلمه واحده. ده الصليب. الصليب مش صعب، الصليب بس المهم نقتنع بهذا الصليب ونحبه. بنقول ان الصليب عند الايه الهالكين جهاله، اما عندنا نحن المخلصين فهي ايه قوه الله. كلمه بحب مسامحه تعمر بيت، تعمر عيلة بحالها. يا مع عائلات كبيرة، الإخوات مع بعض بيأكلوا في بعض، الكل بيأكل في بعضه، أخوات والأمهات يبقوا زعلانين، والأبهات متضايقين، والأزواج الأولاد، والكل بيأكل في بعضه. أصل الكل مش عايز يسيب الصليب. اللي يحب يجي ورايا يحمل صليبه إيه ويتبعني. مش هو الصليب مشكلة ولا دي أملية؟ الناس بتفكر كده يقولك الصليب مصيبة جاية. لا، مش هو ده الصليب. المصايب والمشاكل والمتاعب جاية على الناس كلها، المسيحيين وغير المسيحيين، كل البشر بيقاسوا. شفتوا حد بيجيله مرض وحد ما بيقولوش مرض؟ الكل بيجيلهم، والكل بتيجي الشدائد على الناس كلها، وحادثة واحدة تحدث على الكل. ولكن اللي معاه ربنا ده اللي بيلجأ لربنا في اتكال، بيتكل في اتضاع ويتسند.
ده اللي بيشيل الصليب، يتسند بربنا، يتكل عليه. الصليب هو الاتكال على الرب خير من الاتكال على ايه؟ على البشر. واللي ما معهوش ربنا يتكل على ذاته ويضيع. فاذا ليس الصليب هو المشاكل اللي جايه، ولا الصليب هو ان انا افقد فلوسي ولا يجيلي مشكله ولا مرض. الصليب هو التمسك بمحبة المسيح ووصية المسيح والثبات فيه، الثبات فيه إلى النفس الأخير. وده اللي هيسندني، ده اللي هيعزيني في وسط مشاكلي ومتاعبي، وده اللي هيقويني. ومن خلال الصليب أنا هتقابل مع المسيح مني، لأن كل اللي شايلين صليبهم المسيح معاهم. مش بيقول كده يحمل صليبه ايه ويتبعني، يعني انا هو قدامي يشقلي السكة ويورهاني، ياخدني من مجد المجد لما اكون شايل صليبي وماشي، ياخدني من قوة القوة ومن مجد المجد. عشان كده ولاد ربنا في مشاكلهم ومتاعبهم يحصل ايه؟ ولاد ربنا في مشاكلهم ومتاعبهم، يوسف الصديق مثلا وغيره، وأنبنتونيوس وغيره، والناس اللي الشهداء والقديسين كان معاهم المسيح فهم متمسكين به. يبقى الصليب هو التمسك بالمسيح ووصية المسيح، وأيضا هو قوة المسيح اللي معانا، يفضل معايا يسندني ويعزيني. يا ماري جرجس، ده انت احتملت عذابات كتيرة قوي. ازاي يا ماري جرجس استحملت العذابات دي؟ اصلي وانا متمسك بمبادئي وبإيماني، والأشرار بيعذبوني، كانت هناك قوة الله يظهر له ربنا ويسنده ربنا ويقويه. أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها. يديني النصرة. يعني مشاكل في البيوت محتاجة لصليب المسيح، محتاجة الواحد يسلك بنعمة ربنا وبقوة ربنا وبوصيته، ويلجأ للمسيح عشان المسيح يبقى معاه، المصلوب يبقى معايا وابقى انا تابعه وشايف خطاه. امشي ازاي يا رب؟ اطلب حكمتك انت يا رب في المشاكل، في المشكلة دي وفي الضيقة ديت. بهذا تغلب. المشاكل موجودة موجودة، لكن الغلبة بصليب مين؟ بوصية المسيح وصليب المسيح والتمسك بالمسيح. مسيحنا القدوس بيقودنا بصليبه، لأن صليبه هو المجد. واحد يقول يرعاني ازاي ويقويني ازاي ويقودني ازاي؟ بالصليب بتاعه. شوف المسيح كده ووصيته، هتلاقيه يقودك من خلال الوصية بتاعته. هو ده الصليب، الثبات فيها يكون لك النصيب الصالح والقيامة. في الآخر خالص مكاننا يبقى في السماء، ما يبقاش في الارض. مكاننا هيبقى في السماء، ناخد القيامه زي ما اخد، نتبعه للمجد. ربنا يدينا نتمسك بالصليب. معلمنا بولس الرسول بيقول من سيفصلني عن محبه المسيح؟ اشده ام ايه؟ ام عار ام الى اخره؟ ام اضطهاد؟ ام جوع؟ ام سيف؟ ام عري؟ ام الى اخره؟ مفيش حاجة تفصلني عن المسيح ولا وصية المسيح، الثبات في المسيح. اليهود في الإنجيل اللي اتقرا النهارده بيقولوا له احنا ولاد إبراهيم، ومش وازاي ان هم يعني ناس أتقية. قال لهم لو كنتوا ولاد إبراهيم كنتوا عملتوا ايه؟ عملتم وصايا إبراهيم، عملتوا زي إبراهيم. من يخدمني فليتبعني، تتبعوني وتمشوا زي ما انا عايز. من يخدمني ايه؟ فليتبعني. اللي يخدمني يتبعني. فاذا يا ريت ان احنا نتمسك بصليبنا ونفتخر بصليبنا، ونعرف ان هو ده اللي هيوصلنا، هو ده اللي هيوصلنا لو فضلنا متمسكين بيه. نحضن كده صليبنا، نقول له يا رب احنا متمسكين بيك وبإيمانك وبصليبك، وهنمشي معاك يا رب للنفس الأخير. كان زمان ترنيمة جميلة يقول حيث قادني إيه أسير. مستعد تمشي ورا المسيح في أي حتة مهما كان الأمر؟ لو مستعد تمشي ورا المسيح في أي حتة مهما كان الأمر، حتى لو مشاكل، حتى لو متاعب،
هتلاقي الخلاص. من يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي وده الصليب يجدها. ادخلوا من الباب الايه؟ الضيق، الوصية بتاعته. الباب الواسع يؤدي للايه؟ للهلاك. يلا بينا نمشي مع المسيح كلنا، ونقول له هنفضل ماسكين فيك وثابتين فيك، وهنكون ولادك بجد، مسيحيين بجد، مش مسيحيين بالاسم، مسيحيين بجد، بيسامحوا وبيغفروا وبيحبوا وماسكين الوصية بتاعتك والانجيل بتاعك، واللي انت قلته بالظبط هيعملوه. ارتب اعمالي تبعا لايه؟ لاقوالك. ارتب اعمالي تبعا ليه؟ لاقوالك. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لابد لابد كلها امين. في هذا اليوم يوافق ذكرى الاربعين للمرحومه سوزان فكري ناشد، والذكرى السنويه للمرحوم عبد المسيح بولس، والمرحوم ضيف الله الياس، والمرحومه امتسال عبد الله، والمرحومه استير توفيق، والمرحومه كيريه مطاوع. الرب ينيح نفوس الجميع، والالهنا كل مجد وكرامه الان لابد لابد كلها امين. افتح يطغار ايكيون شيروس أجيوس أساناتوس استبروتيس ديمس إليسونيمس أوس أوسيوس أجيوس شيروس أجيوس أساناتوس استبروتيس ديمس إليسونيمس سبتريكي أوكي أجيو بنيغماتي كينينك Christos ionas toni onon amin tetries eleison imes. Esli leflogison ebia brota Christos ites ibini pasi itum nevmate سيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا يوخن إبراني مبشاي سنتيني غوم كيريا فلوغي سون اكتو قاطع يواني ناقي يوفانجيليون تو أنا غنوس ما يوكسا شكريا إبو بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عينا يسوع بن نوتي وبن صوتير وبن أورو تيرين يسوس بخريستوس بشيريم في نوتي طول بيو نفش عيني بيو فا بن نوتي بي لقصة سكرية Ah, 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 ah.
خير ترتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميع التسبيح يا الله في صهيون ولك طوف النزور في أورشليم استمع يا الله صلاتي لأنه إليك يأتي كل بشر القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد الزمان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء وكان يسوع يمشي في الهيكل في رواق سليمان فأحاط باليهود وقالوا له إلى متى تعلق أنفسنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا علانيتان فأجابهم يسوع قد قلت لكم فلم تؤمنوا الأعمال التي أعملها أنا باسم أبي تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم خرافي أنا تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أيضا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي أنا وأبي واحد فأخذ اليهود أيضا حجارة ليرجموه فأجابهم يسوع قائلا أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي فمن أجل أي عمل منها ترجمونني فأجابه اليهود وقالوا ليس من أجل عمل حسن نرجمك بل لأجل تجديف فإنك وإنك إنسان تجعل نفسك إلها فأجابهم يسوع وقال أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة فإن كان قد قال لأولئك أنهم آلهة الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقل الكتاب فالذي قدسه الأب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأني قلت أنا هو ابن الله إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي ولكن إن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعلموا وتعرفوا إني أنا في أبي وأبي فيا آه
سجدوا لله بالنوت أليس نصيب الهتن في الصبر وسيد إخوم خيسس أواب فاصطم برومي انكسوم اخوني بي برادي سجي في سمروت جيفيوت نم بشيري نم برنب وما اسوار تتري ياسد دي كبولت او تمو تمتيونا إن صوفيا سيبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنى الصلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام بلا أموات في يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له ملك القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصم الاب نسجد له ونمجده مع الاب والام الناطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف معموديه واحده وننتظر قيامة الاموات وحياه الدهر الاتي أخطيت يا أبا حلوني أخطيت يا أخوتي سامحوني وصلوا عني شليل فلوجتين في فروس في صاصيتين غير نباسي يدبن وماتيسو يا الله العظيم الأبد الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ملأت الأرض من السلام السمائي هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطائرة الرسول يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء من كل فعل خبيث من تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرسم وقفوا بخوف ورعدة
وإلى الشرق انظروا الروح بشفاعة والدة الإله الخديسة مريم يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع بك صالح والروح القدس لأنك صلبت وخلصتنا رحمة سلام ذبيحة التسبيح فكر يا سمطا بنتوني تو ابن وما تو سمان توكر أكسيون كاتيك أكسيون كاتيك نكسيون كذيكاون أليس صارخ أسمي أكسيون كذيكاون ويأتشوب ابني ببشوس ابنوت انتاتي مسمين ويأتشوب خاقا وإني يعني ويتون أور شاني الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلينا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجدي المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قف الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى الشرق انظر أنت يقف حوله
الشيروبيم الممتلئون عيونا والسيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل نانسي الشيروبيم يسجدون لك وسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباؤون السماء والأرض مملوءة من مجدك الأقدام قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا آمين تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص منعما لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل
ويعطي كل واحد كنحو أعمالي. كرحمتك يا رب وليس كخطايا. السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. آمين. أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلعب ولد نسن الطوبويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر. آمين. وباركه. آمين. وقدسه. آمين. نؤمن ونعترف ونمجد. قسمه. وأعطى أيضا تلاميذ القديسين وصلاة طارقة وإلى أن خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وهكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزكى من خمر وماء وشكر. آمين. باركها. آمين. وقدسها. آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. وذاق أيضا تلاميذ القديسين وصلاة طارق قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة. كل مرة تأكلون من هذا الخبز تشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك مخدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. نحن أيضا نصنع ذكر آلامي المقدسة وقيامتي من الأموات وسودي
إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وزور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ننصت آمين. هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له نائما هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له أيضا نائما لنا وخلصنا يسوع المسيح غفر الخطايا أبدية من يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية صلوا من أجل سلامة الواحد الوحيد المقدسة الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب ارحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك فضى بسلام من جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا نذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأسقف بطريركنا المعظم الأنباء تودروس الثاني صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنباء تودروس الثاني بابا بطرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة صلوا من اجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإفزيا كوينين وسبع الطغمات كنيسة الله يا رب كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معك خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين صلوا من
أجل خلاص العالم ومدتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة يا رب ورحمة الساكنين في تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة بركة اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لنا ويصعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعلن نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اصعدها كمقدارك نعمتك فرح وجه الارض لارواح ارسوها ولتكثروا واثمروا أعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل هذه السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كيما إذ يكون للكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء هذه القرابين المقدسة الكريمة وتخدماتنا والذين قاموها يا رب الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك تفضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال آبائنا الأطهار وسائل الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين
وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصار القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابع والشهيد والقديس استفانوس للشمامسة أول الشهداء والناظر لله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا زابي الفام والقديس أود والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنكاون من خمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس وبنى الصديق العظيم أنبا أنطونيوس في البار الأنبا بولا والثلاث أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصالي وبنى أنبا يحنس القمص وبنى أنبا بيشو البارجول الكامل حبيب مخلصنا الصالح وبنى أنبا بولا طمحس كيال تلميذه وسيدي الأبوين القديسين روميا ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شوف شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامالقيس وبان أنبا دانيال الكموس وبان أنبا سيزوروس القيس وبان أنبا بخوم صاحب الشركة وأنبا تدرس تلميذه وبان أنبا شنضر رئيس متوحدين وأنبا ويسا تلميذه وكل مصافي قديسي كأولى لازم سؤالات مترباطهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطاركة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا ولا وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا تفضل يا رب المرحومين سوزان فكري ومارينا أمير وعبد المسيح بولس وضيف الله إلياس وألجا عزيز ولبيبة فرج وامتسال عبد الله وأستير توفيق وكريا مطاوع ومفيدة مسعود سعد وجميع الذين وضعت أسماءهم اليوم على المذبح تفضل يا رب نيحهم في فردوس النعيم في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناهد في نور قديسي يا رب ارحم المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم امين
والذين خسد نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل ولا دار الدهور آمين ودنا إلى ملكوتك لكي وبازك ما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا فلنشكر الله داب كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسرار الإلهية الغير المائتة آمين نزول لجسدك المقدس الجسد المقدس ولدمك الكريم ألا والدم الكريم اللذان لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا يا رب ارحم إيرني باسي كتب نبماتي صوم إيرني باسي كتب نبماتي أيها الابن الوحيد الإله الكريم الذي ربنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا فينا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم نحن الذين صرنا مين للعدل الإلهي بذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم لأجلنا فضل التألم على التنعم والشقاء على الراحة والهوان على المجد والصليب على العرش الذي يحمله الكاروبيم قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباط خطايانا وتواضع ليرفعنا وجاع ليشبعنا وعطش ليروينا وصعد على الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره كريا ليسون كريا
ليسون يا رب ارحم. وفتح جنبه بالحرف لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمته، ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا. وأخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية. كيريا ليسون، كيريا ليسون يا رب ارحم. يا إلهي إن خطاياي هي الشوك الذي يوخز رأسك المقدس. أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطلة. وما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي؟ أي شيء تحمله على منكبيك هو صليب العار الذي حملته عوضا عني. يا ليسون، كيريا ليسون يا رب ارحم. ما هذا أيها الفادي الذي جعلك ترضى بذلك؟ أيهان العظيم، أيذل الممجد، أيوضع المرتفع. يا لعظم حبك، نعم هو حبك العظيم الذي جعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي. أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا، لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فهل رأينا حبا أعظم من هذا؟ كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون هذه الآلام. ارسمي جرحه أمامك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو. اعطني يا مخلصي ان اعتبر عذابك كنزي واكليل الشوك مجدي. واوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري وشكري. كيريا ليسون، كيريا ليسون يا رب ارحم. يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الإلهي. يا موت المسيح اسكرني بحب من مات من أجلي. يا دم المسيح طهرني من كل خطية. يا يسوع حبيبي إذا رأيتني غصنا يابسا رتبني بزيت نعمتك وثبتني فيك غصنا
حيان أيها الكرمة الحقيقية. كريا ليسون كريا ليسون يا رب رحا أتقدم لتناول أسرارك اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك لكي أناديك أيها الآب السماوي بنعمة البنين قائلا جيبينيو. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. اذكر يا رب ضعفنا ايضا واغفر لي خطايا الكثيرة حيث كسر استكسرنك نعمتك اجل خطايا خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك نعمة روح قدوس. حللنا يا رب، حلل كل شعبك قومنا يا رب قدس انت لنا المجد والاكرام. اذكر يا رب خدمتك في هذه الكنيسة يا رب، اذكر الآباء يا رب، الخدام والشمامسة، اذكر يا رب كل من له تعب يا رب، اذكر يا رب الجيل الجديد يا رب يكون في مخافة ويمسك فيك يا رب ويطلع في خوفك يا الله إلهنا يا رب، اذكر خدمتك يا رب، اسندنا يا رب، قوينا وساعدنا يا رب، اذكر يا رب أتركنا البابا المعظم أمبطرس الثاني، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. سوتي سامين كتب نفماتي سوميتا فوفو سيو بروس خومين. امين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. سات القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس هو الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين. باسي كتب نفماتيسون جسد مقدس دم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. آمين. مقدس وكريم جسد دم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. ساد ودم إمانويل إلهنا هذا في الحقيقة أمين. حقا نؤمن. أمين 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 أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا اسم المسيح أخذ من سيداتنا ملكاتنا كلها القديسة الطاهرة مريم جعل واحد مع لاهوته
بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بلاطس البنطي اسلم عنا خشيه السليم مقدسة في اراده وحده عنا كلنا بالحقيقه اؤمن لاهوته لما فارق ناسوته لحظه واحده طرفت عينه وتعنى خلاص غفران خطايا حياه ابديه لمن يتناول منه اؤمن 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 ان هذا بالحقيقه امين 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 اؤمن 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 ان هذا هو بالحقيقه امين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.